السلام عليكم الاخوان، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم ديك الحركه اللي بزاف الناس طلبونا عليها، ديال الكلب فاش كيضرب في الحيط برجليه بربعه بق بق كيتبومبا وكيدور. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نوريكم لي زيتاب اللي تخدموهم ان شاء الله، والماتريال اللي غادي تحتاجوه. بالنسبه للماتريال اللي غادي تحتاجوه انا غنوريكم، انا غنخدم بهادي ندورها. هي هذه الباليطه، ولكن شتو كيفاش دايره؟ تقدر تخدم بخشبه مربعه اللي كانت، فهمتيني؟ يعني ما كاينش المشكل. غنوريك الطريقه كيفاش غادي تخدم مع الكلب كاع. كاين الكلاب اللي كيريبونديو بالزربه، كاين الكلب اللي كان كاع ما ميت، يعني تبدا معها A000. غنوريكم كيفاش تحتاج هذه. بالنسبه لA0 اللي كنتي الكلب غتبدا معها A00، غتحتاج يعني شي مكافاه ديال الماكله باش نوريكم كيفاش غادي تخدم بها. بالنسبه للكلب فاش غادي تبدا لي زيتاب الاخرين، غادي نخدموا بلوبجي تينيسا كره، اي حاجه تيبغي الكلب، ديال القرعه صنداله اللي كيبغي، شي حاجه تيحمق على الكلب ديالك اللي غادي تاتيريه فغيون. يلا خليكم معنا ونوريكم الطريق. اجي اجي كوشي كوشي ابو جاي. السلام عليكم، كما قلت لكم في البدايه الاولى ان انا ان شاء الله غنوريكم كيفاش تبدا مع الكلب. يعني الكلب اللي غيبدا معك ازور، يعني كيخاف انه يدوز فوق شي خشبه، تيخاف من الخشب ما مسانش معاه عمره ودار هاد لو كونتاكت. لو كونتاكت شنو هو؟ اول حاجه غنشد هاد الخشبه هادي، حتى عصا في الارض، يلا عصا في الارض. غتجيب المكافاه اللي هي الاكل مثلا، غتسنس لوشيان ديالك انه يدوز فوق هذيك المكافاه، فهمتي؟ مثلا نشوفوا مافيا ياك يس يس تبدا مع الكلب ديالك هكا. يعني كاين الكلب تيكون عنده فوبيا من مثلا يدوز فوق شي خشبه ولا كيتخلع ولا كتحيد منه انت ديك الخلعه، تبدا معاه علي يا 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 يس. هذه المرحله الاولى، نعاودوها لكم باش كلشي فاهم. علي يا على شكل قوس، كتحاول تدور الكلب على شكل قوس. علي فيا 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 يس. المرحلة الثانية شنو هي؟ المرحلة الثانية شنو هي؟ المرحلة الثانية هو هاد الخشبة هادي غنهزوها شي شوية على الحيط. شوفوا الوغ شوية بحال هكا، شوف يلا خطوة عاوتاني بالماكلة لوبجي. راه قلت لكم أي حاجة. علي فيا فيا يس يس يس. هذه المرحلة الثانية، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة اننا هذه غنزيدو نهزوها شي شوية بحال هكا ياك، غنهزوها شي شوية بحال هكا. نجيب اوبجي اولا، انا غنوريكم كيف لوبجي كيفاش تخدم. فاش غنهز هذه شي شوية بحال هكا، غنحاول نجي انا هنا نحط رجلي هنا، شتي عارف ياك؟ يس يس. شي كيف كيفاش كيفايدي هاش لا 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 يا يس وي وي زيد ها زيد وبقى تما حابس. لا ما تخافش بقى تما. المرحله الاخيره شنو هي؟ هذه كنزيدوها شي شويه بحال هكا شاف شاف اش اش اش. نعاود لكم المرحله الاخيره يس. المرحله الاخيره شنو هي؟ كنحيد هذا تا كتسالي هذه المراحل كامله. علي فين؟ اوكي اش زيد 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 اش. المرحله الاخرى من الحيط يس. عاوده عاوده المرحله الاخرى من الحيط يس.
الاخر من على الحيط. شوف ديما كتحاول هذا الرجل وكتحاول طور ركض سير عاود ما تعطي شي حركه اش عاود عاود شي انا فيها من فيها مثلا انا نقول لها تبومبي نزير عليها علاش غنزير عليها باش ما تدوش كنزير عليها بالكوبتي اللي فيه زيد اوكي بومبي يس كنتمنى تكون المراحل يعني باينين اللي ما فهمش شي حاجه يكتب لينا تعليق وما تنساوش ديروا سبسكرايب لايك بارطاج بارطاج مع خوتكم واي حاجه طاحت لكم في بالكم كتبوا لنا في الكومونتير وحنا كنشاركوا معكم اي معلومه عرفناها وتحياتي لكم عرب دوك سكول السلام عليكم ورحمه الله. Thank you.